السلام عليكم شباب تانية ثانوي، معاكم مستر محمد مجد. احنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله بنكمل مع بعض حل امتحانات كتاب المعاصر نسخة 2024. احنا في الامتحان الخامس في البيور ماثيماتكس الجيزة. اول سؤال هنا معانا بيقول لي ايه؟ بيقول لي the vertex of the curve of the function fx عبارة عن x minus 1 all power 2 minus 2. اول حاجة عندي، اول لما ببص على ان انا عايز اطلع ال vertex، ببص للي جوه البراكت بشوفه شكله طبيعي ولا شكله مثلا ايه 1 ماينس اكس او 2 اكس ماينس 2 زي الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. لا ده شكله طبيعي، يبقى بعمل تشينج للساين. يبقى ادي 1 البي بيتعمل لها تشينج للساين، فبدل ما كانت نيجاتيف 1 هتبقى بوزيتيف 1، السي بتتاخد زي ما هي. يبقى الفيرتكس بتاعتي اسمها 1 ونيجاتيف 2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي لتو اكس باور 2 ماينس 4 اوفر 3 اكس ماينس 5 اكس باور 2 بلس 6. بص انت لو انت مش هتبقى فاهم انا بعمل ايه دلوقتي، ممكن ترجع لفيديو كنت منزله السنه اللي فاتت كده عن الليميت تو انفينيتي. انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز احل ليميت تو انفينيتي بعناية. اكبر باور فوق هو باور 2 واكبر باور تحت هو باور 2، باخد الكوفيشنت على حالته يعني 2 اوفر نيجاتيف 5، يعني الانسر نيجاتيف 2 اوفر 5 اللي هي لتر بي. مستر طب لو كان اكبر باور فوق اكبر من اكبر باور تحت، ببص على الكوفيشنت بتاع اكبر باور فوق، لو رقم بوزيتيف يبقى الانسر بوزيتيف انفينيتي، لو رقم نيجاتيف يبقى الانسر نيجاتيف انفينيتي. طيب لو كان اكبر باور في المساله هو اللي موجود في الدينومينيتور، يبقى الانسر بتاع المساله دي زيرو، وريحت دماغك. لو كانت 3 باور 2 اكس ماينس 1 ايكوال 27، زين الاكس ايكوال كام؟ والله انا عندي طريقتين، يا اما احولها اللوج يا اما اروح رايح قايل ايه؟ ادي ده كده 3 زي بس عشان اشوف الصوره باظت. ماشي. يا اما اروح رايح قايل ايه؟ 3 باور 2 اكس ماينس 1 ايكوال، هي 27 دي تنفع تبقى 3 باور رقم؟ قال لي اه 3 باور 3. يبقى سيم بيس سيم باور. يبقى انا عندي هنا 2 اكس ماينس 1، الكلام ده يبقى ايكوال 3. الماينس 1 هيروح السايد التاني يبقى بلس. يبقى ال 2 اكس هتبقى ايكوال 3 بلس 1 اللي هي 4. ال 2 تايم هتروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ال اكس ايكوال 4 ديفايدد باي 2 اللي هي ايكوال 2 لتر اي. ده رقم كام السؤال ده؟ التالت. ان تراينجل اي بي سي ان ويتش الريشيو ما بين الاي تو بي تو سي ب 3 تو 4 تو 5، هات ميجر انجل سي. والله انت راجل زي الفل. بس انا هنا هو انا اه بحل سؤال تشوز، بس ما ينفعش اعمل حاجه ماثيماتكس مش مظبوطه. لما انا اجي اقول لك ان الريشيو بتوين الاي والبي والسي 3 تو 4 تو 5، ده معناها ايه؟ ان الاي ب 3 ام وان البي ب 4 ام وان السي ب 5 ام. طب انا عايز اجيب كوساين سي، طب كوساين سي دي عباره عن مين؟ نكتب الرول بتاعتها ونعوض بقى باللي عندي. ستيبس يعني مش طويله ولا حاجه، بس هو مساله سهله يعني. كوساين سي هي عباره عن ايه؟ باور 2 بلس بي باور 2 ماينس سي باور 2. طب تحت 2AB. طيب مين هي الاي باور 2؟ قال لي 3 ام اول باور 2. طيب مين هي البي باور 2؟ 4 ام اول باور 2. مين هي السي باور 2؟ 5 ام اول باور 2. 2 اشيل الاي واحط مكانها 3 ام، واشيل البي واحط مكانها 4 ام. الباور 2 هتتوزع على 2، 3 باور 2 ب 9 ام باور 2 بلس 4 باور 2 ب 16 ام باور 2 ماينس 25 ام باور 2. 2 تايم 3 ب 6 تايم 4 ب 24 وام تايم ام بام باور 2. طبعا الانسر اللي فوق ده طلع ب 0، و0 اوفر اي حاجه ب 0. طيب امتى الكوساين بتطلع 0؟ هعمل شيفت كوساين 0. بس هو خد بالك من حاجه، هو شيفت كوساين 0 دي ليها رقمين، نشوف مين فيهم هنا. طبعا هو ليها رقمين اه، بس انا هنا في تراينجل، فلازم هتبقى الانجل موجوده يا فيرست كواد يا سكند كواد، يعني انجل من الزيرو ل 180 ده قصدي يعني. طبعا مفيش في تراينجل انجل ب 180. ماشي. يبقى ميجر انجل سي دي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 90 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. ليميت لما 3 ماينس 2 اكس اوفر كوساين 7 اكس لما الاكس تندس 2 0، انا اشيل اكس واحط مكانها 0. يبقى ادي ليميت لما الاكس تندس تو 0 3 ماينس 2 تايم 0 وادي كوساين 0. طيب مبدئيا كوساين 0 دي ب 1. طيب جميل. يبقى ادي 3
ماينس 0 اوفر 1، يبقى الانسر هيطلع 3 اللي هو اللتر مين؟ اللي هو لتر دي. هو انا بس اللي فاتت دي كانت دي. ماشي ماشي. The function f x عبارة عن x square sin x is a space function linear neither even nor odd even. طيب مبدئيا انا بتعامل مع الايفن والاود على ان هما بلس وماينس. طيب دي ايفن ولا اود؟ قال لي ده اكس باور 2 يبقى دي اود، يبقى دي ايفن، يبقى انا كده كاني بقول لك بوستف. طيب مين هي ساين اكس؟ ايفن ولا اود؟ قال لي دي اود فتبقى نيجاتيف. طب هي بوستف تايم نيجاتيف بتديني مين؟ قال لي بتديني نيجاتيف، والنيجاتيف معناها اود. يبقى انا الانسر اود اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر سي. The solution set of the equation log x plus 2 لما البيس تبقى x equal 2. لا فكها دي، خليها exponential. ده البيس، ده الباور، ده الانسر. يعني ال x plus 6 هيبقى equal x باور 2. لا طب ما خلاص جمعهم كلهم في نفس السايد. x باور 2 minus x minus 6 equal 0. هنعمل فاكتورايز على الكالكليتور عشان نشوف مين الاجابه اللي هتنفع ومين الاجابه اللي مش هتنفع. ادي هنا مود 5 3. طبعا لو الامتحان ده سهل يعني كوفيشنت الاكس باور 2 ب 1 او لحد دلوقتي يعني ده نيجاتيف 1 ده نيجاتيف 6. الانسر اداني 3 والانسر اداني نيجاتيف 2، يبقى الاكس يا ب 3 يا الاكس بكام؟ بنيجاتيف. طبعا ما اتسرعش واختار نيجاتيف 2، انما ما اقدرش اشيل الاكس دي واحط مكانها نيجاتيف 2 لان الشرط بتاع ده عباره عن مين؟ ار بوزيتيف ما عدا ال 1. ار بوزيتيف ما عدا مين؟ ال 1. يبقى النيجاتيف 2 دي ريفيوزد، يبقى الاجابه عندي 3 بس اللي هي لتر بي. تراينجل اي بي سي از ا تراينجل ان ويتش ميجر انجل بي 60 وميجر انجل اي 40 والبي ب 8. عايز اجيب السي. طب ما انا عشان اجيب السي من الاخر كده بساين رول لازم يبقى معايا الانجل سي، فانا اول حاجه اعملها هجيب الانجل سي الاول. تبقى 180 ماينس 60 ماينس 40 اللي ادتني 80. طيب خلاص انا عندي a اوفر ساين a ايكوال b اوفر ساين b ايكوال c اوفر ساين c. الكلام ده ايكوال 2 r بس انا كده مش محتاجها. ال a مش معايا ومش عايزها يبقى انا مش هستخدم دي. ال b ب 8 اوفر ساين 60. ال c هي اللي انا عايزها اوفر ساين c. طب مين هي ساين c؟ قال لي ساين 80. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى السي هتبقى عبارة عن مين؟ 8 تايم ساين 80 اوفر ساين 60. الانسر اداني 9.09. طب هو ايه اللي يعمل لها ابروكسيميشن؟ لما جيت عملت لها ابروكسيميشن لقيتها 9 سنتيمتر اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر ايه؟ هحتاج اعمل كده بعناية كده عشان افوق من الليلة اللي انا فيها دي. The line of symmetry of the function f x عبارة عن absolute x minus 2 plus 3. الشكل ده دايركت ولا حاسس ان في مشكلة؟ لا ده في مشكلة طبعا. فخلاص ادام في مشكلة، ادام انا حاسس ان هو في مشكلة باخده اشتغل عليه على جنب. فبقول له كده شايف ال 2 اكس ماينس 2 ده الكلام ده ايكوال 0، الماينس 2 هتروح السايد الثاني تبقى بلس. ما انا بجيب بقى الاكس بكام يعني؟ فتبقى ال 2 اكس ايكوال 2، ال 2 تايم هتروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الاكس ايكوال 2 ديفايدد باي 2 يبقى الاكس ب 1. جميل جدا. يبقى الفيرتكس بتاعتي هي عباره عن 1 و3. ما هو ده بيتاخد زي ما هو. طيب ارسم لي رسمه كده، ادي ده ال 1 وادي ده ال 3 اهو، دي الفيرتكس. ماشي ده ابسولوت يعني ده معناه ان في لاين كده ولاين كده. طيب حلو قوي. هو يعني ايه لاين اوف سيمتري؟ يعني الستريت لاين اللي هيجي يقسم الكيرف ده الاثنين قد بعض. طب الستريت لاين ده بيعدي منين؟ قال لي بيعدي من البوينت من الاكس بتاعه الفيرتكس. يبقى الستريت لاين ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه اكس ايكوال 1. اسمه اكس ايكوال 1. مين هو الاكسس اوف سيمتري او لاين اوف سيمتري؟ هو ستريت لاين بيقسم الكيرف ده لحتتين زي بعض بالظبط. ده دايما بيعدي منين؟ دايما بيعدي من الاكس اكسس بتاعت الفيرتكس. فالاكس اكسس بتاعت الفيرتكس هنا ب 1، يبقى الستريت لاين ده اسمه ايه؟ اسمه اكس ايكوال 1 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي.
ليميت لما الاكس 2 انفينيتي لاكس باور نيجاتيف 3 ماينس 5 اكس باور نيجاتيف 2 بلس 2. مبدئيا كده انا اول حاجه ادي اكس تندس تو انفينيتي، طيب ادي ده 1 اوفر اكس باور 3 ماينس 5 اوفر اكس باور 2 بلس 2. طيب انا اشيل اكس واحطه مكانها انفينيتي، دي اول حاجه هتحصل عندي. قال لي صح، يبقى 1 اوفر انفينيتي ماينس 1 اوفر انفينيتي بلس 2. هي ال 1 اوفر انفينيتي دي بكام؟ قال لي بزيرو. اه ايه ده 0 ماينس 0 بلس 2 يعني الانسر 2. بس كده خلاص خلصت، امتحان سهل وجميل مفيهوش اي مشاكل. لو كانت الاف اكس عباره عن 2 باور اكس then the solution set of the equation f2x. يعني ايه f2x يا شباب؟ اشيل الاكس واحط مكانها 2x، يبقى ادي اهو 2، هشيل الاكس دي واحط مكانها 2x ماينس 6 تايم 2 باور اكس بلس 8 ايكوال 0. اه انا هنا مش هينفع اخد اتش سي اف لان 3 ما فهمش 2 باور اكس. طيب انا هنا ده شكل مين؟ قال لي بص شايف ده عملنا له باور 2 بقى ده، يبقى انا لو عندي احمد وجات عملت له باور 2 هيبقى اسمه احمد باور 2. يبقى انا لو عندي احمد واحمد باور 2 ورقم، الشكل ده ينفع يتعمل له فاكتورايز ولا لا؟ قال لي ينفع يعمل له فاكتورايز. طب الانسر بتاع الفاكتورايز بيبقى عباره عن مين؟ قال لي احمد ايكوال واحمد ايكوال. يعني شايف الانسر بتاع الفاكتورايز ده هيبقى 2 باور اكس ايكوال وده 2 باور اكس ايكوال. طيب عرفنا اتاكدنا منين بس ان ده ليه فاكتورايز؟ شايف ال 2 باور اكس دي لما تبقى تعمل لها باور 2 هتلاقيها تطلع 2 باور 2 اكس. طيب ادي مود مين كوفيشنت ال 2 باور 2 اكس؟ قال لي 1. طب مين كوفيشنت ال 2 باور اكس؟ قال لي نيجاتيف 6. طب مين كوفيشنت مين الابسولوت تيرم؟ قال لي 8. الانسر اداني 4 و2، يبقى ده 4 وده ب2. طيب ال 4 دي انا هخليها 2 باور 2 سيم بيز يبقى سيم باور، يبقى الاكس ايكوال 2. طيب ال 2 دي اصلها 2 باور 1 سيم بيز يبقى سيم باور، يبقى الاكس ايكوال 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي عباره عن مين؟ 1 و2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. ABC is a triangle in which A over sine A 6 then the circumference then the circumcircle the circumference of the circumcircle of the triangle. يا شباب هي مش A over 2 over sine A دي الكلام ده قد 2R؟ اه هو مش انا عايز circumference و circumference يعني 2 by R؟ يس. طيب مش انا قايل ان ال A over sine A دي ب 6؟ قال لي اه، يعني 2R دي ب 6. جميل. والله واحد ممكن يقول لي انا هشيل ال 2 والار واحط مكانها 6 فيبقى الانسر 6 باي. واحد تاني يقول لي لا انا هجيب ريديوس، الريديوس ايكوال 6 ديفايدد باي 2 اللي هو ايكوال كام؟ اللي هو ايكوال 3. فيبقى السيركمفرنس 2 باي ار يعني 2 تايم باي تايم 3 اللي هي ايكوال 6 مين؟ 6 باي اللي هي لتر اي. The solution set of the inequality absolute 2x minus 1 smaller than ال 5. قال لي ادام absolute smaller than يبقى باخد اللي جوه ال absolute بخليه مره greater than negative 5 ومره smaller than ال 5. ده عشان هي ايه؟ smaller than. طيب اول حاجه شايف ال negative 1 دي اوديها 2 sides دول يبقوا بلس، يبقى negative 5 بلس 1 smaller than or equal 2x smaller than or equal 5 plus 1. طيب negative 5 plus 1 دي بكام؟ قال لي بنيجاتيف 4 smaller than or equal 2x smaller than or equal 6. ال 2 دي تايم تيجي ال 2 sides تبقى ديفايد، يبقى negative 4 divided 2 greater than x smaller than 6 divided 2. negative 4 divided 2 بنيجاتيف 2 greater than x smaller than 3. يبقى ال x في الوقت ده هتبقى بيلونج منين؟ من النيجاتيف 2 لحد 3 كلوزد. ليميت لما الاف اكس تندس تو ل 1. قال لي انا هاجي عند ال 1 تو ليفت اهو. قال لي الاف 1 تو ليفت طلعت 1. طب الاف 1 تو رايت طلعت نيجاتيف 1. ادام الاف 1 تو ليفت
طلعت not equal ال F1 to right، يبقى الفانكشن دي مالها doesn't exist، اللي هي letter مين؟ اللي هي letter A. limit لما ال x tends to 1، ال 1 minus cosine x plus sine x over 1 minus cosine x plus tan x. طيب مبدئيا عشان استخدم الرول بتاعتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل divided x لكل ترم من الترمز دي. قال لي بس انا الرول بتاعت الكوساين هي عباره عن مين؟ 1 minus cosine x over x، فانا مش محتاج اعمل الديفايد على الاثنين دول، انا هعمله اصل دول ماينس، فانا اقدر اعمل الديفايد على كل واحد لوحده، وممكن اقدر اعملهم هما الاثنين مره واحده. فقال لي يبقى انا هنا عندي ليميت لما الاكس تندس تو 0، 1 minus cosine x over x plus sine x over x over 1 minus cosine x over x plus tan x over x. مين هي ال 1 minus cosine x over x؟ 0 plus 1، ده 0 plus 1، 1 over 1 ب 1، يبقى الانسر ليتر مين؟ الانسر ليتر B. اف ال اف اكس عباره عن x plus 1، وكانت الجي اكس عباره عن x بار 2، هات اف سيركل جي 2. يعني ايه اف سيركل جي 2؟ قال لي يعني جوه الفانكشن اف عوض بالجي 2. طب هو انا معايا جي 2؟ قال لي هاته الجي 2، بشيل الاكس واحط مكانها 2، 2 بار 2 ب 4، يبقى اف الجي 2 اشيل واحط مكانها 4، يبقى انا محتاج اف 4. خلاص اشيل الاكس واحط مكانها 4 بلس 1 اللي ادتني كام؟ ادتني 5. طبعا السؤال ده بالارقام دي حتى احنا حليناه كتير قوي. تراينجل اي بي سي ان ويتش الاي ايكوال 3 والبي ايكوال 5 وميجر انجل سي 75 ذا سيرفيس اريا اوف ذا تراينجل. الاريا بتاعت التراينجل ايه القانون بتاعها؟ قال لي هاف تايم البرودكت اوف اني تو سايدز، يعني تايم اي تايم بي تايم ساين الانجل اللي ما بينهم، اللي هي الانجل كام؟ 75. قلت له يبقى هاف تايم الاي اللي هي ب 3 تايم البي اللي هي ب 5 تايم ساين 75، هاف تايم 3 تايم 5 تايم ساين 35 75. وعايز ابروكسيميشن وهي طلعت 7.2. طيب 7.2 دي لما اجي اعمل لها ابروكسيميشن لقيت الانسر هيطلع 7 سنتيمتر سكوير، اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. لو كانت الاف اكس عباره عن 3 باور اكس ماينس 2، then the solution set of the equation اف اكس ماينس 1 equal 81 ان الار. شايف الاكس دي؟ انا هشيلها واحط مكانها اكس ماينس 1، تبقى دي 3، ادي اكس ماينس 1 ماينس 1، لا اكس ماينس 1 ماينس 2، الكلام ده ايكوال 81. يعني 3 باور اكس ماينس 3 الكلام ده يبقى ايكوال 81. 81 دي اللي هي 3 باور كام؟ قال لي 3 باور 4. سيم بيز يبقى سيم باور، يبقى الاكس ماينس 3 هتبقى ايكوال 4، الماينس 3 هتروح السايد التاني تبقى بلس، يبقى الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 7 اللي هي لتر A. if ال y equal x bar 3 is the curve of a real function and the g is the image of is the image by translation two units to right، اللي بيتحكم في شكل الكيرف يا يمين يا شمال بيبقى البي. طب البي ده بيدخل جوه الفانكشن، يبقى الاجابه دي غلط والاجابه دي غلط. طيب to right يعني في الاتجاه البوزيتيف صح؟ يبقى انا بحطها بعكس الساين يعني في الاتجاه النيجاتيف، يعني جي دي تبقى عبارة عن x minus 2 whole power 3. عرفنا منين ان هي minus؟ عشان هو قال لي to right فانا بعكس الساين، فيبقى الانسر عندي letter مين؟ الانسر عندي letter B. limit لما x plus 6، لا انت كده هتنام مني، انت فوق، انت راجع عندك امتحان. ماشي limit لما ال لما ال h tends to 0 x plus h all bar 6 minus x bar 6، الكلام ده over مين؟ الكلام ده over h. طيب
هي ال h تندس تو 0، يعني الانون بتاعي في المساله دي او اللي انا هشيل ال x اللي هشيل ال value واحط مكانها ال value بتاعتها هي ال h، فال x دي برقم بالنسبه لي. طيب يبقى انا محتاج تحت، ما هو يبقى كده ال x بلس ال h دي ده براكت مقفول عليه مش هقدر العب فيه، يبقى ادي ليميت لما ال h تندس تو 0، ادي x بلس h all بار 6 ماينس x بار 6. ال h دي عامل فيها ايه؟ قال لي عامل لها مره بلس x ومره ماينس x. طب ال h تندس تو 0 اعمل لها مره بلس x ومره بلس x، اعمل بلس x يمين وشمال يعني، فبقت ليميت لما h بلس x تندس تو x. اه بص اللي فوق ده x بلس h all بار 6 ماينس x بار 2، وادي ده x بلس h باور 1 ماينس x باور 1. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم البيز اللي هي باكس، باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى الانسر 6 اكس باور 5 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. ان تراينجل دي اي اف لو كان الاي اف باور 2 ماينس الدي باور 2 ايكوال تو اي اف كوساين دي كوساين اي كوساين ساين دي كوساين اف. قال لي بص اخر دايما لتر هو اللي بيتكتب باور 2 ده بيبقى هو ده الانج، ده السايد اللي قصاد الانج اللي انا بجيبها، يبقى انا بجيب كوساين مين؟ بجيب كوساين دي اللي هي لتر اي. لو انا عندي 5 باور اكس ماينس 3 ايكوال 7 باور اكس ماينس 3، زين الاكس ايكوال كام؟ دول سيم باورز وديفرنت دينومينيتور، يبقى لازم الباور هيبقى بزيرو، يبقى الاكس هتبقى بكام؟ الاكس هتبقى ب 3. ليميت لما الاكس تندس تو 1 لاكس باور 2 بلس 3 اكس ماينس 4، الكلام ده طلع ب 5. طيب مبدئيا لازم الاول اعرف اذا كانت هي ان سبيسيفايد ولا ال 5 دي طلعت عن طريق ان انا عوضت دايركت سبستيتيوشن يعني. فانا هنا رحت رايح قايل له اول حاجه ايه؟ انا هشيل الاكس فوق واحط مكانها 1، بقت 1 بلس 3 تايم 1 ماينس 4 فادتني 0، خلاص يبقى دي كانت ان سبيسيفايد. ادام اللي فوق طلع بزيرو والانسر في الاخر طلع 5، يبقى اللي تحت هو كمان هيطلع بزيرو عشان تبقى ان سبيسيفايد، فيبقى اكس بلس الاي ايكوال 0. ده امتى؟ لما تبقى الاكس ب 1، يبقى 1 بلس اي ايكوال 0، يبقى الاي ايكوال كام؟ الاي ايكوال نيجاتيف 1 اللي هي لتر بي. ذا دومين اوف ذا فانكشن اف اكس عباره عن روت اكس ماينس 5. طبعا انا هنا عايز اجيب الدومين، فالدومين بتاعي بيبقى عباره عن ايه؟ ادام الروت ده الاوردر بتاعه ايفن، لازم اللي تحت الروت يطلع رقم جريتر ذان اور ايكوال 0. طب الماينس 5 ده يروح السايد الثاني يبقى بلس، يبقى الاكس جريتر ذان اور ايكوال 5. طيب يبقى الدومين بتاعي اكس جريتر ذان اور ايكوال 5 يبقى من اول ال 5 كلوزد لحد البوزيتيف انفينيتي اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي لاكس باور 2 بلس 2x تايم 6x باور 3 بلس 1، ودي اكس باور 4 ماينس 1 تايم اكس باور 2 ماينس 6. والله انا ممكن ادخل التايم ده واعمل التايم ده واخليه سمبلس فورم وبعد كده ابدا اشتغل، وممكن اقول ايه؟ انا اكبر باور فوق هو باور 5 لان الاكس باور 2 هتتعمل تايم الاكس باور 3، واكبر باور تحت هو باور 5، فانا هعمل المساله كلها ديفايدد x باور 5. البراكت ده محتاج باور 2، يبقى انا هعمل x باور 2 اوفر x باور 2 بلس 2x اوفر x باور 2، بقيت ال 5 كام؟ 3، يبقى 6x باور 3 اوفر x باور 3 بلس 1 اوفر x باور 3. طب ال 5 اللي تحت هتتوزع ازاي؟ اول براكت هياخد x باور 4، يبقى x باور 4 اوفر x باور 4 ماينس 1، ودي 2x over x بار 4 ماينس 3 over x بار 4 x بار 1 سوري. طيب مبدئيا ده هنا في 0 تحت، في x هتتبقى في الدينومينيتور فب 0، الاثنين دول هيروحوا مع بعض، x هتتبقى على الدينومينيتور فب 0، الاثنين دول هيروحوا مع بعض فب 1، 1 تايم 6 ب 6، x هتتبقى في الدينومينيتور ب 0، ده هيروح مع ده هيتبقى 2. طيب x هتتبقى في الدينومينيتور فهتبقى 0، ده يروح مع ده فهيتبقى 1، يبقى الانسر 6 ديفايدد باي 2 اللي هو ايكوال مين؟ اللي هو ايكوال
3 اللي هي لتر بي. ان تريانجل اي بي سي لو انا عندي 3A equal 2 sin B equal 4 sin C، هات الريشيو بين الاي والبي والسي. طيب بص الارقام اللي جنبها دي عشان اخلص منها بدور على رقم موجود في تيبل 2 و3 و4. مين الرقم اللي موجود في تيبل 2 و3 و4؟ قال لي 12، فاعمل الايكواليتي دي ديفايد 12 تبقى 3 اوفر sin A قد 2 اوفر sin B قد 4 sin C، الكلام ده كله اوفر 12. 3 فوق اعمل ديفايد 3 فوق و 3 تحت فيديني 4، يبقى sin A اوفر 4. ديفايد 2 فوق و 2 تحت تديني 6، يبقى sin B اوفر 6. ديفايد 4 فوق و 4 تحت تديني 3، يبقى sin C اوفر 3. بس كده بدل بقى، بدل في الريشيو دي، يعني 4 اوفر sin A عشان انت تقتنع بس، وادي 6 اوفر sin B وادي 3 اوفر sin C. يبقى كده الريشيو بتوين ال A وال B وال C ب 4 to 6 to 3 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر A. log X لما البيس تبقى Y، log Z تايم log Z لما البيس تبقى Y، تايم log X لما البيس تبقى Y. أول حاجة أنا أقدر أوزع اللوج مع الواي ومع الإكس، يعني أقدر أكتبها كده log Y over log Z over log X. المسألة دي طبعا إحنا حليناها كتير أوي، وأدي log Z over log Y تايم log x over log z. طبعا اللوج y هتروح مع اللوج y، واللوج z مع اللوج z، واللوج x مع اللوج x. فالكلام ده طلع بكام؟ ب 1. مين من دول ايكوال 1؟ قال لي اللوج 10. انت لو عملت لوج 10 على الكالكليتور هتطلع لك ب 1، يبقى الانسر عندي مين؟ لتر سي. درو ثانيه اجيب بقى جراف. احنا مش محتاجين جراف قوي يعني. بص يا استاذ هو الامتحان سهل قد انا غيرت مساله. لا هدي بص، درو ذا جراف، درو ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف اكس عباره عن 2 ماينس اكس ماينس 1 اول باور 2، اند فروم ذا جراف فايند ذا مونوتوني اند ديسكاس اتس تايب فور بينج ايفن اور اود اور نايذر ايفن نور اود. طبعا انا اول حاجه عشان ارسم كيرف زي ده بروح رايح جايب الفيرتكس. مين الفيرتكس هنا؟ قال لي ده بقى البي بعمل لها تشنج للساين والسي باخدها زي ما هي، يعني الفيرتكس هنا 1 و2. بروح جاي عامل تيبل كده هنا، ده اكس وده اف اكس. طيب بحط الفيرتكس في النص اللي هي 1 و2، اخد 3 بوينتس بعدها و3 بوينتس قبلها، يعني مين اللي اكبر من ال1؟ قال لي 2 و3 و4. طبعا مش ضروري 3 يعني عادي، مين اللي اصغر؟ 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. ابدا من الاف نيجاتيف 2، اشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 2، يبقى 2 ماينس نيجاتيف 2 ماينس 1 باور 2 تبقى 2 ماينس 9 بنيجاتيف 7 اف نيجاتيف 1 2 ماينس نيجاتيف 1 ماينس 1 باور 2 2 ماينس 4 بنيجاتيف 2 اف 0 تبقى 2 ماينس 0 ماينس 1 باور 2 طلعت 1 F2 2 minus 2 or 1 power 2 طلعت 1. F3 2 minus 3 minus 1 power 2 2 power 2 4 هنا دي 2 باور 2. هو ثانية بس أنا عايز أقول حاجة، هو دي صح، دي بقى دي 2 باور 2 ب 4 2 ماينس 4 بنيجاتيف 2 اف 4. طبعا أنا بستنى عشان بشوف هو كده كده لازم يطلع نفس الرقم، يعني 3 باور 2 ب 9 2 ماينس 9 بنيجاتيف 7 بعدين هاجي انا بقى هنا واجيب الجراف برضه. طيب تعالى كده نشوف بقى، نحط البوينتس دي كده. هو انا اول بوينت عندي كانت كام؟
قال لي اول بوينت عندك كانت نيجاتيف 2 نيجاتيف 7، انا ما عنديش نيجاتيف 7 في الجراف اللي انا حاطه ده، فخلينا نبتدي من النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2. ادي هنيجي عند الاكس، ثانية هنيجي عند الاكس بنيجاتيف 1 ونحطها عند ال 2. ادي الاكس بنيجاتيف 1 وادي الواي ب 2. ب 2 ولا نيجاتيف 2؟ نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. ادي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. طيب دي البوينت الاولانيه. طب البوينت التانية، كانت 0 1 يبقى ادي 0 و 1. طب البوينت التالتة، قال لي 1 و 2. البوينت الرابعة 2 و 1. البوينت الخامسة في كام بقى؟ دي 3 وكام؟ 3 ونيجاتيف 1 ولا في كام؟ 3 ونيجاتيف 2. 3 ونيجاتيف 2 ده شكل الكيرف بتاعه. سألني هو على ايه بقى؟ بيقول لي امتى انكريزنج. طيب هو الكيرف ده هو عايز يحسب امتى انكريزنج وديكريزنج، عايز يحسب المونوتوني. فقلت له اول حاجه بس الكيرف اترسم فروم ليفت تو رايت. طيب مبدئيا كده ايه اللي حصل ده هنا في الواي؟ قال الواي زادت لحد هنا كده، يبقى الواي انكريزنج. انكريزنج من اللي منين؟ انكريزنج من النيجاتيف انفينيتي لحد ال1. ما هو انكريزنج وديكريزنج دي باخدها من على الاكس، فهي قاعدة تزيد من النيجاتيف انفينيتي لحد ال1 اوبند. طب بعد كده الفاليوز بتاعت الواي ايه اللي حصل لها؟ قلت، تبقى اسمها ديكريزنج. طيب الديكريزنج فاليو دي كانت منين؟ قال لي من ال1 اوبند لحد البوزيتيف انفينيتي اهو، كل ده الواي قاعده عماله تقل. الشكل القصير ده سيمتريك اباوت الواي اكسس؟ لا. طب سيمتريك اباوت الاوريجن؟ لا. يبقى الشكل ده ولا هو ايفن ولا هو اود. الشكل ده ولا هو ايفن ولا هو اود. تعال بقى نشيل الليله دي كلها. ونشوف بقى ايه السؤال الاخير. السؤال الاخير هنا بيقول لي ايه؟ لو كانت الاي بيلونج تو الار، ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي، اي بلس 1 لما الاكس باور 3 ماينس 6 اكس باور 2 بلس 4 اوفر 2 اكس باور 2 بلس 5 اكس ماينس 1. الكلام ده كان ايكوال نيجاتيف 3، ده جيفن هوم دول. زين فايند ذا فاليو اوف الاي. طيب انا هنا دي كانت الامتحان ده الدرس ولا الامتحان الالوبيه؟ الالوبيه غالبا في مساله زي دي. طيب هو هنا علشان اكبر باور فوق كان اكبر من اكبر باور تحت، يبقى المفروض الانسر يطلع انفينيتي لو كان الباور اللي فوق ده موجود زي ما هو. فهو الباور اللي فوق ده اكيد مش موجود، لان بص نيجاتيف 6 ديفايدد 2 اديتك نيجاتيف 3، ما هو ده كده معناه ان ده اكبر باور. طيب ادام ده كده معناه ان ده اكبر باور، يبقى لازم ال A بلس ال 1 تبقى بكام؟ بزيرو. يعني ال A هتبقى بكام؟ ال A هتبقى بنيجاتيف 1. طب ايه الحاجة اللي انا ممكن اكتبها؟ الحاجة اللي انا ممكن اكتبها ان الديجري اوف نيموريتور لازم يبقى قد الديجري اوف ذا دينومينيتور عشان طلعت برقم. ما هو لو كان النوميريتور اكبر من الدينومينيتور يبقى تطلع يا نيجاتيف انفينيتي يا بوزيتيف انفينيتي. لو كان النوميريتور، لو كان اللي تحت الباور بتاعه اكبر من اللي فوق يبقى لازم الانسر هيطلع زيرو. طيب هو الانسر طلع رقم، يبقى لازم الباور بتاع النوميريتور يطلع قد الباور الديجري بتاعت الدينومينيتور. طيب يبقى لازم اكبر باور ده يبقى باور 2، يعني مفيش يبقى لازم كوفيشنت الاكس باور 3 تطلع 0، فتبقى الاي بلس ال1 ايكوال 0. يعني الاي ايكوال كام؟ يعني الاي ايكوال نيجاتيف 1. ويبقى احنا كده خلصنا الامتحان الخامس. طبعا كان امتحان سهل وجميل، واتمنى ان الناس تبقى استفادت، واتمنى ان الناس تبقى دايما اي فيديو بينزل تبقى مستفيده منه.
معلش انا اسف لو انا متاخر في الفيديوهات او اي حاجه، بس اتمنى ان انتوا تبقوا دايما مستفيدين. ولو انا مثلا باين عليا ان انا مش يعني الخمول او ان انا مش قادر يعني، فده والله العظيم غصب عني. اتمنى بس ان انتوا تبقوا مستفيدين من الفيديوهات دي. كل حاجه هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن، بيج فيسبوك، رقم الواتساب، لو في اي حد واقف قصاد اي حاجه ما يكسفش يبعت لي على الواتساب عادي مفيش مشكله. ولو محتاج اي حاجه ليها علاقه بالترم تاني، او اي استفسار عن ليه اي حاجه، او اي استفسار عن اي حاجه ليها علاقه بالترم التاني، ممكن تبعت تسأل على الواتساب. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وشكرا.